جاهز للعب؟ ان شاء الله. طيب الفقره دي مش زي اللي فات، انا عايزاك تنسى اللي فات خالص. الفقره دي اسئله كده اسئله بقى كده قويه، هنسمح لك في نهايه الفقره ان انت تستخدم تقنيه الفار لو حسيت كده باي ظلم معين، ان شاء الله مش هتحس بيه. خلاص والرد لو سمحت يكون ايه سريع، احنا بقى منجز على طول. ماشي. السؤال الاول، ايهاب عبد الرحمن فكر في الاعتزال ليه؟ لما اكون خلاص ما كنتش حاسس ان انا هدي. ده جاوب بسرعه فعلا. انا قلت هي ينكر. كابتن ايهاب، ايه الحاجه اللي ممكن تخليك تمشي من النادي الاهلي وتروح للنادي الثاني؟ مفيش، انا بقى هعتزل. لو قالوا لي خلاص خلاص هقعد. مش هتروح اي نادي ثاني؟ لا خلاص. حتى لو لسه قادر تلعب والاهلي قال لك مش ما بقاش بحاجه؟ خلاص خلاص ما فيش. جماهير الاهلي بالنسبه لك ايه؟ لا دي بقى دي مش محتاجه جمله صغيره، دي عايزه كتير بقى لسبب. اتفضل. انا في وقت ما توقفت بصراحه كان في رد فعل من جماهير الاهلي بصراحه خلاني احس ان انا فعلا ما بلعبش لعبه فرديه. احنا عندنا اللعبه الفرديه، احنا طبعا الالعاب الفرديه كان زمان ما حدش يعرف عنها حاجه، دلوقتي طبعا الوضع اتغير. بس في وقتها فعلا جماهير النادي الاهلي يعني حتى الصفحات على اي منصه السوشيال ميديا كل الناس كانت بتدعم، كل الناس بتدور على الحقيقه فين، لدرجه ان انا كان في عملوا ايهاب عبد الرحمن فوق الشبهات، فكانت دي حاجه لا يعني لو قعدت اشكرهم من هنا 100,000 سنه قدام لا مش كفايه. تاني او تالت او رابع سؤال بيتكلم عن جماهير الاهلي، هل شايف انه دلوقتي الرياضات الاخرى او الالعاب الاخرى اقل نجوميه، ابطالها اقل نجوميه من الكوره، بالرغم من ان الكوره ما بتعملش نفس انجازات الرياضات الاخرى؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، انا في دي هو انا دي ليا راي. كده كده الكوره في العالم كله مش عندنا احنا بس، هي المشكله في العالم كله مش عندنا بس. الحمد لله دلوقتي بقى في احسن كتير، الناس بقت تعرف الالعاب الفرديه دلوقتي والابطال كلها. فانا ما ينفعش اجي اقول لا انا لازم ابقى زي الكوره، انا بعمل نتائج احسن من الكوره. ماشي برافو، احنا بنعمل نتائج كويسه وكل حاجه بس هي ابينا ام لم نبقى او ايا كانت بتتقال ازاي ام لم نشأ ايا كانت ايه هي الكوره. الناس كلها بتحب الكوره، انا بحب الكوره وانا بالظبط ونجيب تقسيمه ونقسم. فهي الكوره لازم الناس، هي رقم واحد في العالم مش في مصر بس. بس دلوقتي لا احنا خلاص تعرفنا، الناس كلها بقت عارفه اللعيبه دلوقتي، فدي بقت حاجه كويسه كمان. يعني دي حاجه تحسب للاعلام عندنا في مصر وللدوله كمان. باين قوي اهتمام الدوله اميره بالرياضات الاخرى في اخر كام سنه، البطولات والتنظيم وحاجات كتير وبنيه تحتيه ملاعب. كان الاول كوره بس، لا بقت ملاعب وصالات وحاجات كلها لكل الالعاب، ادوات كمان. صح مظبوط. نخش على التقيل، يلا بينا. قول جاهز؟ ان شاء الله. في الفترة الأخيرة شفنا إن في لاعبات ستات في كل الألعاب ما شاء الله ناجحين جدا وبيخشوا بطولات وبيكتسحوا، هل ممكن تقبل إن شريكة حياتك تكون لاعبة رياضية في أي لعبة بالأخص رمي الرمح؟ والله بص أنا هقول لك حاجة، هو أنا كنت أتمنى بس الحمد لله هي يا سلام. ما بتلعبش. إيه ده؟ إيه التواضع ده؟ كنت تتمنى؟ لا جاوب بصراحة. الصراحة بصراحة عشان أبقى صريح يعني عادي لا 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 بصراحة عشان أبقى صريح هو عادي، أنا ما عنديش مشكلة خالص. يعني هي لو بتلعب رياضة أنا مش هحجر عليها يعني. هو خلاص أنا حبيتها في الوضع ده واتجوزتها في الوضع ده، فما ينفعش أقول لها بطلي. جاب الخلاصة. برافو عليك برافو عليك. بنقبل الناس زي ما بناخدهم بالظبط، ما بنحاولش نغير حد. احنا كده كده هنتغير كلنا، هي هتتغير. انا هكلم مراتك بعد ما تخلص كده اللي بتقوله. ما بتلعبش الحمد لله. الحمد لله خلاص. هو كلنا بنتغير بس بنوصل للكمال لينا احنا الاثنين. صحيح. يعني لينا احنا الاثنين، ايه المناسب لينا احنا الاثنين. انما عشان مثلا هي مثلا بتلعب انا اقول لها لا انت عشان نتجوز تقعدي، لا طبعا يعني مش منطقي، ما كنتش اروح اتجوزها اصلا. صح مظبوط. كابتن ايهاب عبد الرحمن، امتى دموع نزلت في اي بطوله او اي ماتش؟ لا انا في موقف طريف بقى مش دموع. انا ميدالي تاني عالم درجه اولى، هي دي كانت اول ميداليه في تاريخ الاتحاد لعندي النهارده ولا 110 حاجه. فانا ما كسبت البطوله فانا ما خدتش الميداليه عشان قالوا لنا التكريم تاني يوم، التتويج تاني يوم. فانا روحت ده كله ماشي بقي من هنا لهنا، بس انا مش فاهم انا عملت ايه. كل اللي قابلني يقول لي انت بقالك 100 ده اتحادكم 105، انت اول ميداليه في الاتحاد. اقول له يعني اللي جاب اول ما اتشهرش زي ما انا اتشهرت. فدخلت جوه ونمت وبتاع ورحت قافل الموبايل، ما رضيتش افتح الموبايل خالص ونمت، فافتكرت اني بحلم.
فصحيت كده فرحت لواحد صاحبي جنبي قلت له يا ابني هو انا اللي معايا في الاوضه، قلت له انا واحنا انا لعبت ولا ما لعبتش ولا ايه؟ قال والله انت لعبت وكسبت. قلت له طب امال في الميداليه؟ انا عمال انام مش عارف انام. فروحت جبت الميداليه، من اول ما جبت الميداليه اللي عندي كل شويه اصحى بقى اصحى اروح جاي عارف لما مخبوط كده ابص على الميداليه وارجع انام تاني. فما لحقتش اعيط بسبب السويتش معين اللي حصل. فجاه يعني انا ما لحقتش اعيط لسبب ان انا ما فهمتش حاجه. يعني عارفة اوقات كده الواحد بيعيط لما خلاص انا خدت الميداليه وحاجه انا عارف اللي حصل وهي وفاهم. لا ده انت مش فاهم اصلا. انا بقى ما فهمتش بقى، وصلت مرحله فعلا والله بجد حرفيا يومها ان انا ما فهمتش. انا ما فهمتش معنى كلمه ما فهمتش. فما لحقتش يا حبيبي تعيط خالص في البطوله. وبطوله العالم في الشباب بقى كنت انا لسه ايامها ما اعرفش يعني العب قوه. فما خسرت عملت تاني. طبعا تاني دي كانت اعجاز وجاي من سنه، يعني الناس كلها بتعمل اعداد للميداليه دي مثلا من 4 5 سنين مثلا عشان تجيب ميداليه، انا لسه بادئ من سنه. فمدربي انا قاعد مخنوق كده فبقول لي مالك يا ابني؟ مدربي هيموت من الفرحه. فقلت له انا خسرت. قال لي خسرت؟ قلت له خسرت ايه؟ قلت له في واحد كسبني. فحسينه هيلعب كوتش يديني في راسي. قال لي يا ابني انت عامل تاني شباب تاني عالم وبتاع. حد كسبني واحنا بنلعب. قلت له يا كابتن ما انا في مصر بكسب كل الناس وبكسب الدرجه الاولى، ازاي اخسر هنا وبتاع؟ فانا ما كنتش فاهم برضه في دي. بس دي بقى انا لما فهمت جالي بقى حاله ذهول بقى. انا عملت كده. دي بقى قعدت لي شهر بقى في الحته دي بقى اللي هو ايه؟ ايه ده؟ انا عملت ايه؟ وكل يوم اصحى ابص على الميداليه واقفلها تاني، كل يوم اصحى اقفل الميداليه. فالحمد لله ما جاتش معايا بعياط، لو جات بعياط كنت غرقت الاستاد. كنت بهدلت الدنيا طبعا. ايوه رق حاجه اول مره اول واحد يعملها. فعلا كنت بهدلت الدنيا. لا يعني ما كنت مش كان حد هيوقفني بقى، لو كان هيوقفني كنت هجري وراه. هي كابتن إيهاب عبد الرحمن بيتعرض ليأس الإحباط في بعض الفترات؟ بعض الفترات؟ لا لا بص هقول لك على حاجة، أنا مريت بحاجات تخليني أبطل كتير، بس أنا عندي اقتناع تام طول ما أنا عايش على وش الدنيا بحاول. وطالما بحاول يبقى أكيد محاولة هتيجي معايا. لو وصلت مرحله ان خلاص مفيش خلاص يبقى خلاص اقعد في البيت. بس حاول حاول دايما، حاول واشتغل على نفسك وحاول واشتغل على نفسك. مفيش حاجه بتيجي سهله، يعني انا اللي انا شفته مفيش حاجه بتيجي سهله. بالظبط، مع انك ابتديت كلامك بان الموضوع جه معاك باي لك والموضوع جه كده وحد قال لك روح، بس انت بالزبط. تعبت واشتغلت انت. واخد الموضوع ممكن بشكل كوميدي وكده، بس انت تعبت وقدها وعندك المقاومات واشتغلت على نفسك لغايه لما وصلت هنا. ولازم يبقى في حافز. يعني انا كان عندي حافز ان انا طبعا الثانويه العامه كانت مقبره لكل الناس طبعا. فلما ما جبتش مجموع كويس فكان كنت حاسس اختي ووالدي ووالدتي كان دايما نفسهم يحسوا ان ابنهم كويس انهم عمل حاجه. فانا ما عرفتش اديهم دي. انا اختي ذات نفسها كان نفسها قالتها لي ان انا نفسي اتفشخر بيك اقول اخويا كويس اخويا جاب كل الطب اخويا. فلما جات لي الفرصه ولقيت المدرب قال لي انت كويس قلت لا انا هجرب وامسك فيها. وكنت ايامها 18 سنه وجاي من الشرقيه لوحدي وما عنديش بيت وما عنديش اي حاجه ويعتبر قاعد في الشارع ما فيش حاجه. قلت لا انا مش هروح بلدنا، يا اروح ناجح يا خلاص. فقلت بس هكمل وكملت حاجات كتيره. كنت بكذب على والدي ووالدتي عشان طبعا ما فيش حد يرضى اولادهم يتبهدلوا. يعني انا قلت لابويا مثلا بابا انا مثلا انا النهارده مثلا نمت جعان مثلا، ابويا مش هيوافق ده طبعا مش هيوافق. وده حصل طبعا كتير طبعا طبعا كتير طبعا. ما اقدرش مثلا والحاجات دي اللي بتخليني دلوقتي يعني احس ان الدنيا كويسه، اللي هو انت كل ما تفتكر زمان انت اتبهدلت فانت دلوقتي لازم تعمل حساب لده، اللي هو لازم تتمرن كويس لازم تبقى كويس عشان ما ترجعش لده. صح. ده بيخليك تطلع قدام. انت لو خلاص انت لو استكفيت مع احترامي الشديد هترجع تاني. لازم دايما في طموح في شغل وفي على نفسك بالظبط. وانت لازم تشتغل على نفسك عشان مش حد هيشتغل عليها. يعني مش حد مفيش حد هيقول لك ايه اعمل، لازم انت اللي تعمل. يعني في وقت المكسب انت اكتر واحد فرحان، في وقت الخساره انت اكتر واحد زعلان. يعني حتى اهلي اللي هو ابويا وامي بيزعلوا فعلا بس مش زيي، وبيفرحوا فعلا بس مش زيي. فلازم انا اللي من جوايا ابقى مقتنع ان انا لازم اشتغل، انا اللي من جوايا لازم ابقى مقتنع ان ما ينفعش اسلم لاحساس ان انا تعبت. لا ريح وكمل.
هي والله عايزه اعيط سنه. يعني ده بقول كلام كبير قوي. لا انت بتقول كلام كبير على فكره. البليزر ده مبهدلني من ساعه ما البسه. والله البليزر ده مغيرك النهارده. من ساعه ما البسه حاسس ان انا بني ادم تاني خالص. انتقم معانا على فكره. ما قالوا لي فقلت لازم لازم. ما حدش قال لك حاجه، هي جت كده اصلا. ايهاب عايز اعرف نفسك في ايه وطموحاتك في ايه الفتره الجايه؟ انا نفسي ان شاء الله ربنا يكرمني بالميداليه الاولمبيه السنه الجايه باذن الله 2024 في باريس. وقتها احس ان انا خلاص انا عملت كل حاجه انا عايزها. اعتقد ان انا بعدها بنسبه كبيره هعتزل، يعني اللي هو خلاص يعني اعتزل وانا في احسن مكان، احسن ما اعتزل وانا تحت. برافو فعلا. بعد كده ابدا بقى اشوف بقى اللعبه بتاعتنا دي ايه المطلوب ان احنا نعرف نعمل ابطال كبير كتير. احنا عندنا مواهب كتير جدا، بس ايه المطلوب؟ ابدا اشوف لو هقدر، لو اي حد عايزني اساعد هساعد طبعا، ما عنديش مشكله. لا ميداليه اولمبيه دي رقم واحد، دي رقم واحد يعني، ورقم 2 و3 ان شاء الله يعني. ان شاء الله. بعد كده طبعا بقى اركز بقى في البيت شويه، عشان انا مراتي تقريبا شبه هتضربني يعني، يعني نفسها انها تنزل النهارده قبل بكره. لا معسكرات وبتاع ما بتشوفش. لا يا ست، لا احنا عايزين بطولات شوية. احنا مستنيين بس شويه، استحملي سنه. والله معلش. انا في فرحي تاني اسبوع سبتها ورحت معسكر. معسكر ايه؟ اهلي ولا منتخب؟ لا منتخب. معلش يعني مصر يعني، قعدت اسبوع بالظبط والله بجد. كل ما استحملي ربنا يكون في عونها. والله هي وابويا وامي واختي ربنا معاهم بصراحه، هم استحملوا كتير، ومرات استحملت كتير، وابني اللي ما بيشوفنيش ده برضه يعني لما يكبر حاسه مش هيعرفني، هيجي يقول لي انا بشوفك كده بس انت رايح فين؟ انت مين انت؟ معلش. هو ده بيبقى دايما الثمن اللي اي بطل في اي رياضه بيدفعه. بالظبط. من حاجات تانية الناس لازم تبقى فاهمه ان الدنيا مش وردي قوي. ما هي دي الميزه، ان هم بيساعدوا بقى. دي حقيقه، دي حقيقه. هي دي الميزه. كابتن ايهاب انا مبسوطه قوي قوي ان انت كنت موجود معانا، وبدايه يعني تفائلت بيها بوجودك كده. ان شاء الله شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. كل التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله هنبقى مع بعض بعد اولمبيكس. ان شاء الله باذن الله.